يعني حضرتك بتقولي ان احنا لم نبني على ما سبق، يعني احنا مش داخلين من حيث انتهينا، احنا قعدنا 10 سنين بنتفاوض وتفاوض معنا، كان معانا مراقبين وكان معانا اطراف اجنبيه في اوقات معينه وافريقيه في اوقات اخرى، فنحن لم نبدا في هذه الاشهر الاربعه من حيث انتهينا. والله ده اللي احنا كنا داخلين مستهدفينه، ولكن زي ما بقول لحضرتك تم الزج بامور اضافيه بالاضافه للي كان موجود في السابق، اضافوا نقاط جديده، عدلوا بعض الصياغات، عدلوا بعض الارقام، يعني ما ابتديناش. ما هو لو هنبتدي من واشنطن مثلا، هو لو متفق عليها ما كان مضى عليها اياميها، او لو ما تراجعش عنها، وبالتالي خد النسخه الاخيره اللي كانت موجوده وابتدى يدخل عليها بعض التعديلات اللي هي يا صياغات مطاطه يا ارقام اقل من الارقام اللي كنا متفقين عليها، يا موضوعات ليها علاقه بالتنميه في اعالي النيل الازرق ما كناش بنتكلم فيها، كل دي حاجات جديده جدت. ومع ذلك حاولنا في الاجتماع الثاني والثالث والرابع، ولكن الحقيقه النهارده اكتشفنا انه لا جدوى من هذه الاجتماعات، والحقيقه مده الاربع شهور انتهت، وبالتالي كان لابد من المفاوضات ان تنتهي بكل حزم النهارده. البيان قال الذي صدر عن الوزارة إن إثيوبيا تريد استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع واستخلاص صك موافقة دولتي المصب على انفرادها بالنيل الأزرق. ماذا يعني ذلك يا دكتور سويلم؟ يعني اللي حضرتك قلتيه، ان احنا بقى لنا 10 سنين بنتفاوض، حدث فيهم الملء الاول والثاني والثالث والرابع، فماذا ننتظر؟ يعني ماذا ننتظر؟ أن ينتهي الملء ونقعد نتفاوض على الملء وهو انتهى؟ فبالتالي ده تكريس لأمر واقع على الأرض، ومن مصلحة إثيوبيا أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية حتى ينتهي السد وحتى يتم تشغيل السد. وبالتالي أنا لازم النهاردة بتعليمات الدولة أن أنا لازم أقف، يبقى لي حد ولازم يبقى لي موقف واضح في هذا الأمر، وأن يتم بقى التعامل معاه بشكل مختلف. دكتور سويلم، يعني عندما أبلغت الجانب الإثيوبي أن المفاوضات قد انتهت، أولا ماذا أبلغتهم وكيف كان رد فعلهم؟ الحقيقة زي ما بنقول، يعني بلغناهم محتوى اللي حضرتك قرأتيه في البيان، إن هو ده موقف الدولة المصرية، إن هو لا نستطيع أن نستمر لسببين واضحين جدا. أول حاجة ان الصياغات او المحتوى اللي احنا بنتفاوض عليه بيبعدنا عن بعض اكتر مع مرور الوقت، مش بيقربنا، وبالتالي المحتوى لا يبشر بالخير. رقم اثنين، ان المده اللي اعطوها لينا الرؤساء انتهت، وبالتالي لا سبيل للمد، وحتى نطلب مد لما نكون شايفين امل، نطلب مد لما نبقى شايفين ان الدول بتقرب في الصياغات من بعض، ولكن كلما نبتعد فلا جدوى من الاستمرار حقيقة. يعني كان رد فعلهم ايه يا سيادة تمام كان رد فعلهم ايه سيادة الوزير؟ لا، رد فعل طبعا هو الجانب الاثيوبي يرغب في استمرار التفاوض، لان التفاوض بيثبت اوضاع على الارض، والعالم كله بينتظر يشوف التفاوض هيصل لايه، لكن لازم يبقى واضح للعالم كله ان التفاوض قد توقف في جميع المسارات اللي موجودة حاليا، مفيش أي مسار مفتوح لمجال التفاوض، ولازم العالم يفهم إن حاليا مش المفروض إن احنا ننتظر نتيجة تفاوض، إن التفاوض متوقع.